اسعار ماكله باللحم معها سلطه تاع حاره معها الحميس معها البطراب 50,000. طلاب اللحم 50,000. والله غير خيدهش. قال ماكله تجي من سطيف ناكلو هنا انا خدام انا في الدائره 50,000 ماكله باللحم. ما شاء الله عند عبد العمر تسمى في ولايه سطيف ما كانش بلاصه كاين هنا. لا كاديسي ما كانش مكان. الله يبارك. عنده ربي يحفظنا عبد العمر. أقدم المطاعم منذ الثورة التحريرية ويمتاز المطعم هذا بالأكلات الشعبية اللي يأكلها الشعب الجزائري أيضا بالاستقلال وبالبنة كما يقولوا وهو مقصد لكل يعني الزائرين من خارج الولاية حتى خارج الولاية يجيو إلى اللي قالوا لي جدنا هو اللي بدا بسحمات في 45 ووالدينا تموا كانوا يخدموا في الكواطن وبعد راحوا لفرنسا داروا رستوران في فرنسا في مارسي في الثورة عقبوها ثم عندهم لا موش موش في بلدية صالح باي في الدوائر هذو ثلاثة عين أزال وصالح باي وعين مان هو الأولين خلاص مع عمي عمر ربي يحفظه إن شاء الله جميع خونا الله يبارك ما شاء الله موسيقى كويسيني تركي الأخضر مستحضرين بالكليون ربي يحفظه